قام وزير الآثار خالد العناني بجولة تفقدية للأعمال النهائية لمشروع تطوير منطقة السقارة الممول بمنحة من الوكالة الفرنسية للتنمية تقدر بنصف مليون يورو. صاحب الوزير في الجولة السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفارو ماتيت. المزيد في هذا التقرير. جولة تفقدية بمنطقة سقارة قام بها الدكتور خالد العناني وزير الآثار بصحبة السفير الفرنسي بالقاهرة لمتابعة أعمال مشروع تطوير وحماية منطقة سقارة الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية بتكلفة تصل إلى 500,000 يورو. بنتفقد نهاية المشروع، الجزء العملي فيه بدأ من 2013، يشمل عمل بوابة حديدية جديدة لمنطقة سقارة الأثرية، عمل أكشاك أو مباني للحراسة من الداخلية، شباك أو مبنى جديد للتذاكر، لوحات إرشادية شفتوا مستواها عامل إزاي، رائعة فعلا، مكتوبة بالعربي والإنجليزي، عليها ضمان، هي متغطية بالريزين، فعليها ضمان 10 سنين في الشمس، يعني حاجة متقدمة جدا. المشروع تم على مرحلتين، الأولى بدأت في عام 2010 وانتهت في عام 2013، تضمنت على مجموعة من الدورات التدريبية لعدد من شباب العاملين بالوزارة. أما المرحلة الثانية بدأت في عام 2013 حيث تم إنارة هرم أوناس من الداخل ووضع 22 لوحة إرشادية لأهم المعالم بسقارة، كما تم تأمين الموقع بالأجهزة الحديثة وكاميرات المراقبة وعمل بوابات حديدية وتم تجديد حجرات المفتشين والشرطة. المشروع دلوقتي المرحلة النهائية يعتبر كده دخل في الافتتاح، أو يعني هو تفقد للأعمال النهائية اللي تمت بصورة كاملة. البقايا البسيطة من أي تفنيشات فيه ممكن خلال الأيام الجاية. فإحنا هنشتغل الفترة الجاية على موضوع قانون السياحة، لأن القانون ده من زمان جدا جدا جدا، فمحتاجين إن إحنا نطوره. هنقوم بلقاءات، وهنعمل لقاءات مع جميع العاملين في مجال السياحة والمستثمرين في مجال السياحة وأصحاب الشركات. يأتي مشروع التطوير في إطار رفع كفاءة المنطقة الأثرية، وذلك لجذب أكبر قطاع من السائحين لزيارة منطقة سقارة الأثرية. أحمد سامح، أون لايف.